تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر الخالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصافا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، إلى قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يزال كتاب الله مسترسلا في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، وفي هذا الربع الثالث من سورة طه
ينتهي القسم الأخير من القصة ويعقب عليها كتاب الله بقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. غير أن الحديث في هذا الربع يأخذ مجرا جديدا، فقصة موسى التي يتناولها في هذا الربع قصته مع قومه من بني إسرائيل، بينما الربع الأول والربع الثاني من هذا الحزب تناول فيهما كتاب الله قصة موسى مع فرعون وقومه. ذلك أنه بمجرد ما حرر موسى عليه السلام بني إسرائيل من قبضة فرعون وملئه وأطلق سراحهم وافتك أرواحهم، انقلبوا حربا على الله ورسوله وأقبلوا على عبادة عجل من ذهب، مشاركين في ذلك عبدة الأوثان، مشركين بالرحمن، وأصبحوا الشغل الشاغل لموسى وأخيه هارون ومصدر المتاعب والمتناقضات في كل ما يأتون وما يذرون. وإلى هذا الوضع الغريب الذي آل إليه أمر بني إسرائيل بمجرد تحريرهم بعدما غاب عنهم موسى غيبة قصيرة ولم يبق بين أظهرهم، يشير قوله تعالى: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. وقوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكان موسى عليه السلام قد فارق قومه على عجل قاصدا جانب الطور الأيمن، مستخلفا عليهم أثناء غيبته أخاه هارون، إذ بعدما حقق الله على يده لقومه نعمة النجاة والتحرير رأى من واجبه أن يبادر لتلبية النداء الإلهي حتى يتلقى من ربه ما يضمن له ولقومه حسن التدبير والتسيير. ها هو الحق سبحانه وتعالى يسأل وموسى يجيب: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي ماذا حملك على العجلة والقدوم وحدك دون قومك؟ فقد كان الموعد الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى ليكلم فيه موسى ويلقنه الهدى والنور لم يحن بعد. قال أي موسى: هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي ظننت أن تعجيل بذلك أقرب إلى رضاك. لكن الحق سبحانه يفاجئ عبده الكليم بما أحدثه بنو إسرائيل من بعده. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وكم كان هول هذه الصدمة شديد الوقع على موسى، فقد أحس بأن قومه أصابتهم مدة غيبته القصيرة نكسة كبرى وهم لا يزالون في بداية الطريق. فرجع موسى إلى قومه
غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ وفي هذا الاستفهام استغراب واستنكار، إذ لم يغب عنهم موسى زمنا طويلا حتى يقع منهم ما وقع، ولم تزد مدة غيبته على 40 يوما. أفطال عليكم العهد؟ أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وها هو موسى عليه السلام يواجه قومه بالوعد الممزوج بالوعيد، وها هو يبدو عليه من الغضب والحزن ما ليس عليه من مزيد، وها هو يوجه إلى بني إسرائيل إنذارا بحلول غضب الله عليهم، ملوحا بذلك إلى الإنذار الوارد في خطاب الإله السابق في الربع الماضي، إذ قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. غير أن بني إسرائيل حاولوا جاهدين أن يبرروا موقفهم ويفسروا انحرافهم، زاعمين أن الوعد الذي قطعوه لموسى عليه السلام بالثبات على طاعة الله وعبادته إلى أن يرجع من طور لم يخلفوه اختيارا، وإنما أخلفوه اضطرارا، بدعوى أن الإنسان إذا وقع في الفتنة لم يعد يملك نفسه. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، متعللين بأنهم عندما فارقوا وطن فرعون حملوا معهم من حلي قومه وزينتهم كميات كثيرة كانت موضوعة تحت أيديهم، ولعل وضعها كان برسم الإعارة أو برسم الرهن، فلما استقر بهم المطاف أوقدوا نارا وقذفوا فيها ما جمعوه من تلك الحلي، وصنع السامري لهم منها عجلا جسدا له خوار، فعبدوه معتقدين أنه هو إلههم وإله موسى، واتهموا موسى نفسه بأنه نسي هذا الإله فذهب يبحث عن إله آخر. وهذا التأويل الغريب الذي أولوا به مسلكهم هو الذي عبر عنه كتاب الله هنا على لسانهم قائلا ولكننا حملنا أوزارا، أي أثقالا، أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. غير أن هذا التأويل المصطنع الذي حاولوا أن يؤولوا به مسلكهم لم يكن مطابقا للحقيقة، فقد عبروا عن رغبتهم في تقليد عبدة الأوثان عندما مروا بهم منذ اللحظة الأولى، وقالوا يا موسى، كما حكى الله على لسانهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فرد عليهم موسى في الحين بقوله إنكم قوم تجهلون. ومن المفارقات في هذا المقام أن يقبل بنو إسرائيل على عبادة عجل من ذهب مخلفين بذلك وعدهم لموسى ومتمردين على خليفته هارون في نفس الوقت الذي كان فيه موسى يتلقى كلمات ربه وهو يخاطبه قائلا فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها. ولكن الله العليم الخبير
أضاف إلى ذلك إنذارا سابقا لبني إسرائيل المنحرفين، فقال تعالى منذرا لهم ولكل من سلك مسلكهم: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. ويتجه موسى وهو في ثورة الغضب والأسى من هول ما رأه إلى أخيه هارون باللوم والعتاب، كأنه قصر في القيام بواجب الخلافة عنه وأهمل وصاياه، فيقول له كما حكى عنه كتاب الله: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ فما كان من أخيه هارون إلا أن رد عليه بمنتهى الهدوء وحسن الأدب، محاولا أن يهدئ روع موسى ويحرك في قلبه شعور الأخوة والعطف، معللا بقاءه بين ظهراني بني إسرائيل في انتظار عودة موسى من الطور ليرى فيهم رأيه، معللا ذلك بخوفه على وحدتهم من الفرقة والشتات، وكأنه كان يتنبأ بما سيصيبهم من بعد من شتات في أطراف الأرض، وذلك ما حكاه عنه كتاب الله قائلا لأخيه وهو يتوسل إليه بصلة الرحم: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، على أن كتاب الله قد أعفى هارون عليه السلام من كل مسؤولية في هذا الانحراف الخطير الذي انزلق إليه بنو إسرائيل، وذلك قوله تعالى حكاية عنه فيما سبق: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبهذا الخطاب الذي وجهه إليهم هارون أراد أن يعرفهم بأن ما وقعوا فيه ليس إلا فتنة من جملة الفتن التي لا ينبغي أن تصرف الناس عن عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الأوثان، وبأن الرب الحقيقي الذي يستحق أن يعبد دون سواه هو الرحمن الرحيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وطالبهم باتباع دينه الذي هو دين موسى دون خروج عليه، كما طالبهم بطاعته فيما أمرهم به من ترك عبادة العجل، لكنهم أصروا على الضلال لما أصابهم من الاختلال والخبال. قال علاء الدين المعروف بالخازن في تفسيره: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه، لأنه زجرهم أولا عن الباطل بقوله إنما فتنتم به، ثم دعا إلى معرفة الله تعالى بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله فاتبعوني، ثم دعاهم إلى الشرائع بقوله وأطيعوا أمري. فهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لا بد من إماطة الأذى عن الطريق، وهي إزالة الشبهات ثم معرفة الله فإنها هي الأصل، ثم النبوة، ثم الشريعة. هكذا عقب الخازن على خطاب هارون لقومه. وبعد أن تأكد موسى عليه السلام من سلامة الموقف الذي اتخذه أخوه هارون، واقتنع بما قام به من محاولات
لرد بني إسرائيل إلى جادة الصواب دون جدوى، التفت إلى السامري، السامري الذي أضلهم وأغراهم بعبادة العجل في غيبته، مستفسرا إياه في البداية ومعاقبا له في النهاية. وذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسى إذ قال: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. والسامري الذي كان يتزعم هذه الفتنة هو من عظماء بني إسرائيل، ينتسب إلى السامرة، وهي طائفة تتفق مع جمهرة اليهود في كثير من المعتقدات وتخالفهم في الباقي. ولا تزال بقايا هذه الطائفة قائمة بالمشرق إلى اليوم. وواضح من جواب السامري لموسى أنه كان يعترف بمسؤوليته عن هذه الفتنة الكبرى، وأنه يقر بذنبه الذي ارتكبه من تلقاء نفسه دون إغراء من الغير. وكذلك سولت لي نفسي. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أصدر في حقه عقوبة العزل التام عن المجتمع مدى الحياة، بحيث لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، ولا يقرب أحدا ولا يقربه أحد، ولم يبق أمامه إلا أن يهيم في البراري والقفار مع الوحوش والسباع. وعن هذا العقاب الصارم في الحياة الدنيا مع ما يتبعه من عقاب في الآخرة عبر كتاب الله حكاية عن موسى عليه السلام، قال فاذهب فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. ويقال إن بقايا السامرة لا يزالون إلى اليوم محافظين على نفس الكلمة التي نطق بها موسى عليه السلام في حق كبيرهم السامري. ثم جرت من بعده مثلا كلمة لا مساس. أما موقف موسى عليه السلام من العجل الذهبي الذي صنعه السامري ثم عبده وعبده بنو إسرائيل معه في غيبة موسى، فقد كان موقفا حازما وصارما إلى أقصى الحدود. ويتلخص هذا الموقف في تقرير إحراق ذلك العجل ونسف رماده في البحر إلى غير رجعة، حتى لا يعبد من دون الله. وذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسى عليه السلام إذ قال مخاطبا للسامري الذي عكف على عبادة العجل ساخرا منه ومن عجله الذهبي: وانظر إلى إلهك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وختم كتاب الله قصة موسى في هذا الربع الثالث من سورة طه بكلمة الحق الوحيدة والباقية على الدوام، كما أعلنها إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام، وشهد بها كافة الأنبياء والرسل الكرام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأكد كتاب الله نفس المعنى في نهاية هذا الربع فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. على أن عبادة العجل الذهبي لم تزل منها إلى الآن بقية باقية،
عند أتباع الملة اليهودية، فلم يخلو عصر من العصور ولا زمن من الأزمان من ظهور سامري جديد يعيد سيرة السامري القديم وينشر عبادة عجله الذهبي في كل مكان وبكل ما في الإمكان، والله من ورائهم محيط، ولله الأمر من قبل ومن بعد.